اهلا بيكم في برنامج مطبخ ست البيت مع فالنتينا. النهارده برضو هنعمل مع بعض فطار فطار بسيط بس يعني النهارده هتبقى الفطار مشترك ما بين ايطاليا والامريكا. يعني برضو انا حبيت النهارده ادخل الوصفات في بعضها، فهنستخدم المكونات اللي احنا متعودين عليها بس بطريقه مختلفه زي ما احنا دايما بنعمل مع بعض. يعني انا اتعودت خلاص عليكم، انتوا تقريبا اتعودتوا عليا. انا كل مره بعمل حاجات جديده بس بالمكونات اللي هي موجوده عندنا في البلد. فالاول وصفه هنعمل مع بعض الفريتاتا، دي البيض الفطار بس بالطريقه الايطالي عندهم، فالاسم الفريتاتا دي مش مشكله، ممكن نقول اومليت وخلاص، بس هنعمل بالطريقه جميله. هناخد النهارده طاجن، فبرضه مثلا اوكي هنعمل شكشوكه في الطاجن او في حاجه زي دي، لكن يعني برضه يعني حاجه شيك كده اهوت لو نحط الطاجن على الترابيزه وفيها بيض. فعندي الفرن شغال، فانا هدخل الطاجن يسخن فيها، وبالطاجن بتاعتي بيتسخن احط انا الطماطم واقطعه سلايس رفيع عشان نحطه جوه في البيت بتاعتنا. الطريقه اللي انتوا عايزين تقطعوه مفيش مشكله، يعني انا قطعتها كده سلايسات رفيعه كده اهو عشان تستوي اسرع. يعني احنا مره مع بعض عملنا الاومليت بالطماطم والنشا، عملنا مع بعض الاومليت بالطماطم تشيري. يعني لو انتوا نسيتوا او ما شفتوش الحلقه دي، ادخلوا على موقع هتلاقوا كل الفيديوهات موجوده. يعني ان شاء الله برضو يعني حاجه جميله. ادي الطماطم بتاعتي احنا عملناها. كمان هنحتاج شويه جبنه، يعني انا هاخد جبنه صفراء بس عشان الجبنه ما تبلش، فهناخد جبنه صفراء عشان برضو ندخلها مع البيض. فهنقطع مكعبات كبيره كده عشان لما تدخل البيضه في الفرن هتعمل معانا الحتت كده اهوت جميله، هتسيح في الطاجن، هتبقى شكلها جميله قوي. اهي عندي قطعات اهي. غير كده احنا هنحتاج مع بعض بقدونس، هناخد بقدونس حبه كويسين عشان البقدونس هيدي طعم جميل جدا في الفريتاتا بتاعتنا اهي. هناخد الورق بس، مش هنحتاج الحاجات الناشفه عشان برضو لما نقطعه ونحطه في الفرن ما يكونش الجامد معانا اهي. نقطع كله، انا بحب اجيب الخضره فريش، يعني مثلا النهارده هطبخ اجيب انا الخضره فريش، بس لو ما عندكوش الفرصه تجيبوا مثلا النهارده، يعني لو جبتوا الخضره من السوق او من السوبر ماركت، في طريقين ممكن ندخل الخضره في الفوطه مبلوله وبعد كده ندخلها في مثلا كيس بلاستيك ونحطها في الثلاجه. ممكن يعني دي طريقه ثانيه، ممكن بس نحط الخضره في الكيس بلاستيك وبرده ندخلها الثلاجه. وفي طريقه ثالثه يعني نسيت برده، ممكن ناخد الخضره نحطها في الميه في الكوبايه مثلا وبرده ندخلها الثلاجه، يعني هي هتفضل معانا فريش شويه. لكن يعني لو عندكم فرصة تجيبوا حاجات لسه جاية من الأرض طبعا تحفة. تمام، فأحنا هنقطع البقدونس. كذا واحد عنده طريقة بيقطع هو الخضرة زي ما هو عايز، يعني مثلا أنا طبيعتي بقطع الخضرة صغير، بس مش زي مثلا زي للمحشي، في المحشي بقطعها صغير خالص خالص خالص، لكن يعني أنا شفت الناس خصوصا الرجالة مش ممكن لما بيقطعوا خضرة القطاعات كبيرة كده اهوت، بس بيطلع برضه جميل في الأكل ما فيهاش أي مشكلة. بس
يعني زي ما انتم شايفين انا بقطع المقاس وصل كده اهوت اهي. قطعنا احنا البقدونس. قبل ما نطلع الطاجن من الفرن عايزه اعمل معاكم حاجه، عشان خاطر الوصفه الثانيه هنعمل البين كيك بالقرع الاسل. فعشان نعمل البين كيك بالقرع الاسل هنحتاج احنا نعمل القرع، هندخله في الميه، ميه مغليه اهي، وهنغليه لمده مثلا يعني 15 دقيقه ثلث ساعه عشان القرع تبقى سوفت خالص، يبقى هنعمل منه بري. فهنحط القرع، يعني هنحتاج مثلا في الوصفه مثلا كوب ونص، لو هيطلع مننا اكتر عشان انا تقريبا هتقعد اكتر شويه مفيش اي مشكله، يعني ممكن انتوا في البيت تظبطوا المقادير زي ما انتوا عايزين، بس في الوصفه هنحتاج مثلا كوب ونص اهي كده كويس. فكده احنا نسيب القرع بتاعتنا تغلي. نروح دلوقتي نشوف الطاجن. هو دلوقتي سيحن عندي، فهنعمل ايه؟ هناخد الزبده نحطها كده اهوت، ومن الجناب زي ما انتم شايفين عندي الزبده بتسيح، عشان خاطر لازم انا الجناب بتاعة الطاجن كله يبقى مدهون الزبدة عشان مفيش حاجة تبقى موجودة هناك. لو عايزين يعني تدوا طعم زيادة شوية ممكن ناخد حتة الزبدة كده اهوت. ودلوقتي نبتدي نحط الطماطم اهي بشكل جميل. يعني الناس كتيره بيقولوا مش ضروري ان ناخد بالنا من الشكل الاكل اللي احنا بناكله، لا يعني بصراحه يعني اوكي هو هيتطبخ وممكن مش كل حاجات هتكون باينه، بس اولا الواحده اللي بتطبخ هتكون دايما مبسوطه لو هي بتفنن، يعني بتعمل الحاجات شكلها جميله، يعني هي برضو فنانه، يعني كل واحده فينا ست البيت وكل واحدة فينا بتحاول تعمل حاجات أحسن حاجة للأولاد للأسرة للناس الصحاب ممكن يجوا ويزوروكوا، يعني دي حاجة عادية جدا. فأنا دايما بفكر يبقى الشكل برضو مهم. تمام، أخدنا احنا الطماطم، دلوقتي هنحط القطعات الجبنة كتيرة كده اهي، قطعات الجبنة كبيرة دهوت. لو فاضل شويه جبنه مفيش اي مشكله. تمام، عندي دلوقتي البقدونس، شويه بقدونس كويسين كده اهوت على الوش مش قليل. طبعا عندنا ملح وفلفل، ممكن نحط الملح والفلفل على البيض او ممكن على المكونات زي ما انتوا عايزين مفيهاش اي مشكله. لو يعني مثلا اوقات انا بستخدم الفلفل الابيض كمان عشان هو مش بيغير اللون. فاخر حاجه عايزين نعملها عايزين نخلط البيض مع الكوكينج كريم، يعني دي برضو حاجه عايزه اقول لكم فعلا جميله جدا. ليه؟ عشان خاطر مثلا لما بنعمل البيض اومليت بندخل اللبن في الوصفه، لكن لو دخلته في الوصفه الكوكينج كريم او لو ما عندكوش ممكن الويبين كريم، بس يعني هو طعمه مختلف شويه، فده يعني بيدي طعم لطيف قوي. اهي اربع بيضات نضربهم براحه مش كتير، يعني احنا مش محتاجين نضربهم جامد ولا عجينه ولا اي حاجه، هندخل مثلا يعني اربع خمس معالي من الكوكين كريم كده هو، نخلطه في بعضه وبعد
بعد كده فوق في الطاجن. تمام، في الزيت تحت هتعمل طعم لطيف جدا. فانا اسيب شويه البقدونس زياده عشان خاطر البقدونس لما يدخل الفرن اكيد هيبقى هيغير شكله، لكن انا اسيب شويه بقدونس عشان لما نخلص بعد كده هنزين البيت بتاعتنا بالبقدونس الموجود. احنا هنطلع فاصل سريع دلوقتي وهنرجع هنكمل الوصفه الثانيه وهنشوف الاومليت الفريتاتا الايطالياني هتبقى شكلها عامل ازاي. خليكم معانا.